طب كان ايه العلاقه اللي كانت بينك وبين الكابتن الدوزوي؟ الدوزوي ده يعني اسطوره لا اسطوره وأي اسطوره آه. اسطوره يعني آه. النادي المصري والنادي الاهلي من هدفين الكبار وهداف منتخب مصر آه. ساحر الكره المصريه نعم قصتك مع ايه؟ قصتي كان فيه في في بورسعيد دايما في في شهر ديسمبر في اعياد النصر 23 ديسمبر ايوه العيد القومي لمدينه بورسعيد فكان دايما يبقى في احتفاليه كبيره ويجي الزعيم جمال عبد الناصر يلقي خطاب تاريخي في بورسعيد نعم وتبقى البلد في حالة يعني احتفال كبير فكان بيقام مباراة في كرة القدم يعني بهذه المناسبة وعشان تنجح مباراة كرة القدم لابد انك انت تقول انه سيشارك السيد التزوي مع انه كان معتزل يعني كان كبر في السن انما يعني كان ليه فكان عشان ايه الجمهور تقول سيد التزوي اه فعملوا فريق النادي المصري ضد فريق من النجوم واختاروني انا من فرق الناشئين ان انا العب في المباراه دي كملوا بيك التقسيمه زي ما حصل معانا احنا ولعبنا بالصدفه فالمهم <applause> نزلنا المباراه اه انا مع الفريق الضيوف وكابتن سيد التزوي معانا مع الضيوف فير. ضد النادي المصري آه. فانا كان مكاني زمان ومن ساعه ما نشات في مركز انسيد رايت اللي هو يعني راس الحربه راس الحربه لا استنى استنى ايه اللي وداك لراس الحرب؟ هقول <applause> لك ده ماتش راس الحرب دي مشكلتها كبيره يا طب كمل اه فالمهم رحت وقفت على الدايره راس الدايره اه ففي انسايد رايت وانسايد ليفت فانا آه واقف عند الانسايد رايت right اه فنزل الكابتن سيد التزوي الملعب طبعا, طبعا كله اتقلب يعني فلقيته جاي مشي وجاي وقف جنبي وبص لي كده ف فانا طبعا اتكهربت لما شفته محمود نجم من نجوم آه الكره المصريه فبصيت له كده بانبهار يعني آه فقال لي اه انت بتعمل ايه هنا؟ قلت له يعني انا هلعب ده مكاني آه انا موجود قال له امال هنا انا اروح فين؟ <applause> قلت له هو بيلعب انسايد آه رايت دخل مكانه وانا واقف مكانه قال له روح هناك روح في الحته اللي هناك دي اسمها وينج رايت right آه. روح هناك قلت له حاضر يا كابتن قال لي تعالى أو الرحمة طلع اه صورة الكابتن بوزبو رحمة الله عليه الله يرحمه اه قال لي تعالى انت الكابتن بتاع الناشئين انا بتفرج عليك قبل الماتشات اه تاني. قال لي انت هتبقى لعيب كويس بس انا هقول لك على حاجتين تعملهم عملتهم هتبقى لعيب وتلعب في النادي المصري إيه ما عملتهمش تروح تقعد هناك عند إيه هم ماما في البيت دول بقى عشان نقولها عشان احنا البرنامج ده احنا بنعلم كمان الناشئين آه. وبنعلم الناس كلها عشان الناس تبقى عارفه فقلت له تحت امرك يا كابتن. قال لي لما امسك الكوره خشيلي لي جوه ما تبقاش تقف على الخط، خش لي جوه. اه هديك الكوره تروح اعملها لي من ورا المدافع اللي دخل. اه دي اسمها في الكوره الوين تو الون قلت له حاضر يا كابتن. قال لي واللعبه الثانيه انك انت تجري من ورا الباك فانا هعملها لك من وراه سرو تسندها وتلعبها اوفر في ال 18. اه ليا او لاي حد من زمايله. قلت له حاضر يا كابتن. بدا الماتش خد الكوره بعد شويه ودخل على منطقه راس الحربة قمت انا داخل من الجناح على عمق الملعب اما هل قبلك من ورا البايه أعملها لي قمت مرجعها له من ورا لاعب النص الثاني وان تو ففجاه لقيت المدرجات اتهزت اتهزت هز يعني عارف انت كان شعورك ايه بقى ساعتها اي 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 انا اه انا خفت يعني بقى مش عارف ايه اللي حصل ايه حلم يعني حلم زي ما يكون في حلم اه لكن ال اه اه يعني اه الضجه اللي حصلت وتسقيف الناس حسستني انه عملنا حاجه حلوه يعني اه فتكررت مره واثنين وثلاثه فاصبح الهاف كله تفاهم ما بيني وبين سيد الطزج دي بالنسبه للجمهور انك انت لعيب صغير وتتفاهم مع العبقريه دي يبقى آه. انت مخك نظيف يعني طبعا فالمهم خلصنا المباراه المباراه اللي بعدها او ده كان سنه كام دي بقى؟ دي 65 65 آه. آه. الاسبوع اللي وراه في مباراه للنادي المصري رسمي في الدوري اه فانا رحت بدري عشان ننزل الكومبارس نسلي الجمهور وكده آه. قالوا لا انت مش هتلعب انت تقعد في المدرج فوق فزعلت جدا انا انا الكابتن ازاي اقعد في المدرجات فوق آه. ففضلت قاعد زعلان يعني. قالوا لك كده ليه بعد شويه جالي بقى الـ 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 الاداري اه قال لي قال لي انزل على الاوضه تحت قلت له اي اوضه قال لي اوضه الفريق الاول انت هتلعب النهارده الماتش ماتش رسمي؟ ماتش رسمي ها. ما كانش في حاجه اسمها اعداد نفسي ولا, وكدا. ولا ولا وكدا. ولا تسخين ولا الكلام ده ولا دا حاجه انا دخلت ويعني اكاد ابكي يعني من الخوف لأن بتلعب مع الفريق الاول الفريق اللي انا قاعد بنزله كومبارس آه. وقاعد بقى بعد الماتش اقعد اشجع فيهم هلعب معاهم فدخلت بقى شفت بقى بدو وشاهين وليو وعبد الرحمن اول لحظه دخلت فيها غرفه الملابس مين اللي استقبلك من النجوم الكبيره دي؟ استقبلني محمد بدوي. محمد... الله يرحمه. محمد محمد كان أبو ساكن. آه كان آه في حتتنا كان ساكن في حتتنا آه فعرفنا. آه الحوار ضرب بينكم ازاي يا كابتن محسن؟ قدني تحت دراعه وكده قال لي انت خايف انا؟ فقلت له قلت له اه ما حدش قال لي ان انا هلعب بتاع قال لي مالكش دعوه انا هشغلك انا لما تيجي الكوره بص وكابتن محمد بدوي كان بيلعب ايه برضه عشان تبقى الناس محمد بدوي ده كان جوكر الكره المصريه في كل الملعب كان بيلعب نص ملعب اساسي ممكن يلعب قلب دفاع لعب مع النادي الاهلي في ماتش ظهير ايمن في المنتخب جوكر كان بيتحط نمره واحد منتخب وبعدين في الدورات الاولمبيه كمان كان اساسي يجي بعديه الاسماء كان دي حقيقه آه كان الله لعب يرحمه يا كان يعني. يعني. جامد كان قوه بدنيه عنده ومهاره وجرأة في اللعب وخلق. أول كرة لمستها في المباراة الرسمية دي <applause> مش هتصدق <applause> لا ما لازم ما جابك ليه عشان نتكلم جاء كورنر آه فقالوا له روح ارفع أنا مش متعود أرفع أنا بلعب إنسايد رايت طول عمري يعني ما فيش غير ماتش واحد لعبته مع أرتيتا أنا إيه اللي وداك إنسايد رايت فأرفع إيه قال له روح ارفع الكورنر أنت عارف مكان الكرة حتة ضيقة قوي آه. دي حتة ضيقة آه. وعايزة لفة وش رجل عشان الكرة إيه ما تطلعش أوت منك آه. يعني تخش جوه على الملعب فرحت والجمهور إيه بيبقى وراك في ظهرك الافات فأنا شفت الملعب <applause> كان على ملعب المصري؟ كان في النادي المصري في النادي المصري أه, آه. فرحت حطيت الكورة ورجعت وبعدين وانا داخل عشان اشوط الكوره انت عارف الرايه جنب الكوره اه اه فانا تت... خفت ان انا اشوط الرايه يعني لان اول مره هشوط كورة اه اه مش انا بعمل كده رجلي هتشوط الرايه آه لا لا انت ايه دخل رجلك شويه آه قمت شايط الكوره راحت راح تراح على المدرج اللي ورا الجول <applause> 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 يعني ما لفتش كده لا راحت كده دايركت على طول <applause> فالاسبوع اللي بعده بقيت انزل الملعب لوحدي ارفع الكرانر باستمرار لان ده بقى مركزي وينج رايت خلاص يعني, يعني, يعني انت حطيت في ذهني كده ان انت خلاص هيبقى مكانك خلاص ما هو ما فيش مكان هلعب مكان أه. شاهين ولا هلعب مكان عبد الله عبد اللطيف الاثنين أه. هدافين الفريق مكان أه. فمكان وينج رايت وبعدين يعني اللي حصل انه لما لعبت الماتش ده الجمهور دايما في اي مكان بيميل لتشجيع الناشئ اكيد بيسنده أكيد. الجمهور سندني كتير جدا اي كوره مسكها الجمهور ما انت ساعة. لعبت اول ماتش مع كابتن دوز ورحمه الله عليه بالظبط ودي والناس هاصت لما قعدت تلعب معاه وانتو. 2 فوجدت مسانده فاخدت شويه ثقه فبدات اطور نفسي خلاص بقى لازم ان انا بس انت قلت كلمه مهمه جدا انت قلت بعد ما رفعت الكره الكره الاولانيه دي طلعت في المدرج انت بعد كده كنت اشتغلت على نفسك طبعا انا اتكسرت غير ما حد ما يقولك غير ما حد ما يقولك اه اشتغلت على نفسك اه لانه ساعتها ما كانش في حاجه اسمها انديفيدوال لا 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 او كذا يعني ما كانش فيه التمرين كان عباره عن تسخين وتقسيمة يعني ما كده. كانش فيه كان, فيه آه. كان في ناس بتيجي من بره ما بتخش من ما بيخشش اوضه الملابس يقوم داخل من, الم <applause> من بتاع على الملعب على طول <applause> فالمهم يعني انت فاكر لما كنا بنلعب انا كنت متخصص الكورن فاكر آه طبعا كان من ضمن التعليمات بتاعه المدرب هيتيكوتي كرة يمين شمال محسن, محسن صالح. صالح من ايه من 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 الخطا الفادح اللي انا ارتكبته إتعلمت آه. وبدات اشتغل لدرجه ان انا بقيت بحط الكوره رايحه لحد معين بالظبط يعني على راس الخطيب على راسك على راس احمد آه. عبد الباقي اي حد عايز اديله كرة حتى هيدوكوتي كان بدا يعلمنا على الاوفر القصير القصير على الجوله القريبه عشان الكوره لخلفيه مظبوط ده ده الكلام ده كان سنه كام؟ في السبعينات ده 74 اللي كان بيطبق ده مين؟ هولندا بالظبط كده هي اللي كانت تلعب آه. الباص القصير و احنا بدانا بدري قوي مع هيدوكوتي وهنيجي دي بقى الفتره اللي هنتكلم فيها احنا بدانا بدري قوي الاحتراف وبدانا فيها كل حاجات حاجه حاجات كتيره حاجات آه. كتيره